هوى الشرقي يقوي هوي الشرقي في هواها يضرب الخاطر تجي الأحزاني عن هوى المحبوب مالي يا العواد النية كيف أصدق في حبيب خبره هواني أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام متابعين قناة ديمم. نلتقي بكم اليوم في رسالة جديدة من كورنيش الدمام وبالتحديد من جزيرة المرجع. تابعونا. تغير القلوب الحية دام صدق الحب فيها والوفا عنواني كل عاشق تاخذ لأحبابه الحنية لو تغرب عن هوى الخلان والأوطاني جمعان سعيد السهراني من منطقة الرياض. حياك الله يا اخوي جمعان والحمد لله على السلامة ومنورين الشرقية. طيب ايش رايك في الاجواء الربيعية في منطقة الشرقية الفترة الحالية؟ والله الاجواء تقريبا ممتازة لكن الجو شوي بارد. والمنطقة هذه صراحة الأمانة يعني منطقة جميلة ونظيفة وموفرة من جميع الخدمات، لكن اللهم لك الحمد. يعني اشوف ما شاء الله، يعني هل مستقصد جزيرة المرجان بالذات ولا فرت على كورنيش كامل؟ لا تعتبر هي الاقرب يعني للمنطقة نفسها وجزيرة ممتازة يعني بشكل عام. ما يلامل اللي بحبك عاشق والهاني شوق لك دايم يزيد مغبت عنك شوي. خالد الشيد من الرياض. والحمد لله على السلامة أخوي خالد. طيب إيش رأيك في الأجواء الربيعية في المنطقة الشرقية حاليا؟ والله ما شاء الله أجواء جميلة وممتعة صراحة، يعني خاصة في الفترة هذه جدا جميلة، يعني صراحة يعني جينا ما توقعنا الجو يكون بالجمال هذا صراحة. طيب إيش رأيك في جزيرة المرجان بشكل عام؟ والله بشكل عام مرتبة ما شاء الله جيدة، خاصة هالسفن هذه، بس والله ناقصها بس بعض الأشياء مثل المقاهي مثل أشياء زي كذا، يعني يكون فيها خدمات للعوائل تطلع جدا جميلة. يعني السلبيات اللي تشوفها أنها ناقصة فيها الخدمات بس؟ والله بس أي نعم اللي أشوفها من سلبيات، يعني من جهة نظافة من هذه ما شاء الله جدا جميلة، بس اللهم بس يعني مجرد خدمات مثل المقاهي مثل أشياء العوائل جلسات مطاعم الكافيات هذه جدا تطلع جميلة. ومنها يزعل الزعلاني والهوى شرقي وقلبي هاوي الشرقية في هواها. ايش رايك منطقة جزيرة المرجان؟ جزيرة المرجان من انا وصغير بجي عليها، يعني انا هون بتعلق فيها كثير لما اكون متضايق بجي هم صف دهي. هلا الاجابات اللي فيها انه ما شاء الله فيها كل الجنسيات، كبيرة بتسع كل الناس الحمد لله. السلبيات اللي فيها النظافة شوي سيئة. الشيء المنطقة الجنوبية. حياك الله والحمد لله على السلامة. طيب في البداية أخوي سالم إيش رأيك في الأجواء في المنطقة الشرقية الأجواء الربيعية حاليا؟ والله الأجواء رائعة صراحة وجميلة جدا، في برد لكن الحمد لله طيب، كل شيء طيب الحمد لله. طيب أنا أشوفك ما شاء الله مستقصد جزيرة المرجان بشكل خاص، إيش رأيك بجزيرة المرجان سواء إيجابيا أو سلبيا؟ والله كل شيء تمام الحمد لله، كل شيء إيجابي الحمد لله، العالم مبسوط الحمد لله، وكل شيء الخدمات متواجدة. نعم ما في شيء، كل شيء. يعطيك العافية حبيبي وموفقين إن شاء الله، أتمنى لك نزهة سعيدة. الهواء الشرقي يقوي. بدر بن مشعل الشريف من مكة. الله والحمد لله على السلامة. كيف تشوف أجواء المنطقة الشرقية الربيعية الحالية؟ الله أجواء ما يحتاج، جو صراحة مرة ممتاز أبشرك، يعني مرة ما يحتاج. والله جزيرة المرجان صراحة لحد الآن مرة طيب، دخلنا فيها وشفنا الحمد لله، يعني جزيرة ما يحتاج.
مشعل الشريف من مكة وجاء هنا سياحة، وعاد جاي نتمشى هنا. حياك الله والحمد لله على السلامة. إيش رأيك في الأجواء الربيعية في المنطقة الشرقية حاليا؟ الله يسلمك حبيبي، والله أجواء جدا جدا حلوة كويسة ما شاء الله، من أبدع ما يكون. المحبة ما تغير في القلوب الحية، دام صدق الحب فيها والوفا عنواني، كل عاشق تاخذ الأحباب الحنية. لو تغرب عن هوى الخلان والأوطاني، وإلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي رسالتنا لهذا اليوم من جزيرة المرجع، ونلتقي بكم في رسالة جديدة لربيع الشرقية. عبد الله الشهري، الدمام. يا حبيبي لك شفت أسراري المخفية، ما يلامل اللي بحبك عاشق والهاني، شوق لك